ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Tishar Rahman Muhammad. How are you, brother? Hope you are well, inshallah. This is your plan. Inshallah, our monthly plan will be as follows. We will start Quran recitation, inshallah, from Surah Al-Hadid, inshallah, juz number 4. And review the previous memorization, the previous recitation, inshallah, in addition to complete our three-week course, inshallah. And now listen to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. This is your grandfather. Have a good day for Sharaf and all of your family. And see you بإذن الله أكثر عيد. عيد مبارك إن شاء الله. May Allah accept this Ramadan for us and you. نكسبت ذا جوديز فور مسني ان شاء الله ونكسبت اول باور عباده باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله.